ومثل ما ذكرنا لكم أعزائي المشاهدين، حنتكلم عن العديد من الموضوعات المرتبطة بعودة طلابنا وأبنائنا إلى المدارس. حنتكلم عن استعدادات وزارة التربية والتعليم، عن القوانين والشروط الجديدة للعام الدراسي الجديد. معنا عبر الهاتف الأستاذ مبارك العصيمي، المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم. نرحب فيك أستاذ مبارك. مرحبا بك اختي نجلة وبالمشاهدين الكرام. يا اهلا وسهلا. واحنا وزارة التعليم التربية شيلت من الاسم وزارة التعليم والتربية، اصبحت وزارة التعليم. نعم، حياك تفضلي. يا اهلا وسهلا فيك. يعني ما شاء الله تبارك الله، جهود جبارة قاعدين نكتشفها احنا كأهالي بالمدارس، وقوانين جديدة لصالح طلابنا ولصالح ابنائنا، ان كان من ناحية التغذية ولا من ناحية زيادة الساعات المدرسية ولا يعني نقاط كثيرة، ولكن احنا نبغى نعرف انتم النقاط الرئيسية اللي حطيتوها والاهداف من خلالها. شكرا لك كولية امر يعني، وشكرا لك ايضا كزميلة اعلامية. والاستعداد حقيقة كبير، يبدأ مبكر حقيقة، وكثير من المحاور التي يركز عليها من بداية العام السابق للعام اللاحق. يعني هذا العام كنا نعمل على الاستعداد له مبكرا من قبل منتصف العام الماضي، وكثير حقيقة من الحقيقة المسارات أو المهام تنال الاهتمام المبكر، وهي وإن كانت تتكرر يعني في طبيعتها كل سنة، دائما تتعلق بالمنشأة، المبنى، تتعلق بالكتب، تتعلق بالصيانة والنظافة، تتعلق بال يعني هي تقريبا عناوين رئيسة تتكرر معنا كل سنة. لكنها بحكم الحمد لله النهضة التي تعيشها بلادنا، مدارسنا تتغير وأعداد طلابنا يتغيرون، وأيضا زملاؤنا المعلمون يضاف لهم أعداد كل سنة، فهذا المشهد يتجدد كل عام. والوزارة دائما تعمل على أنها تستوعب أو تتعامل مع المستجدات في العام الدراسي. أما من حيث الاستعداد وطبيعة البيئة فهي ولله الحمد يعني نحن نغادرها في بداية الإجازات، وهي ونحن نمارس فيها اليوم الدراسي وجاهزة للاستمرار، لكن نعمل على تطويرها وتحسينها وإضافة ما يستجد من مستجدات. هذا العام حقيقة في أشياء كما أشرتي، وحصة النشاط كما أشرتي أيضا أقرت هذا العام، وهي من طبعا البرامج التي تركز بها الوزارة على جوانب الترويح وجوانب النشاط الحر ومحاولة كشف المواهب والقدرات والإمكانات لدى الطلاب، بعيدا عن المواقف الصفية المتوالية يوميا التي تعود عليها طلابنا. يضاف لها أيضا برنامج النشاط الرياضي الذي يقر هذا العام أيضا في مدارس البنات، وهو برنامج أيضا رياضي خفيف يتناسب أيضا مع البيئة المتاحة والإمكانات المتاحة. صحيح. الآن والوزارة أخذت فيها الخطوة الأولى هذا العام وتتجه نحو تطوير هذا البرنامج. أيضا من المستجدات حقيقة انضمام كوكبة جديدة حقيقة من الزملاء المعلمين الخريجين الذين تم توظيفهم هذا العام. هذا الأسبوع إن شاء الله، نهاية هذا الأسبوع سيصدر قرار مجموع حقيقة ما يتجاوز 3000 إلى 4000 من الزميلات ما شاء الله، عدد كبير يعني. نعم، والأسبوع القادم إن شاء الله سيستكمل إجراء أيضا ترشيح أكثر من 4000 أيضا معلم جديد، ستصدر قراراتهم إن شاء الله وينضموا إلى أعداد المعلمين والمعلمات في بلادنا ويستلموا مهامهم مع بداية هذا العام الذي يصادف أيضا انطلاقة العام الجديد ويصادف اليوم الوطني. فكل هذه هي الأجواء وهذه الفعاليات حقيقة. صحيح. تتعامل مع الوزارة في هذه المرحلة. الوزارة دائما تحرص على أن تطور الأمور التي تحتاج إلى مزيد من الدعم، سواء الدعم المالي أو الدعم التقني أو الدعم الفني فيما يتعلق بالجوانب التربوية، جوانب التعليمية، من يعني دورات، من برامج. هناك الكثير حقيقة من الأمور التي انضمت أو جدت هذا العام في عامنا الدراسي، ولله الحمد حملة التعريف أو الاستعداد لبدء العام الدراسي هذا العام ببركتكم أنتم وأمثالكم حقيقة من الزملاء في الإعلام بشكل عام، وجهود الزملاء وتوجيهات مع الوزير أدت نتيجة جيدة حقيقة ونتيجة رائعة في تهيئتنا لبدء العام الدراسي. ولله الحمد الصورة عن الأمس والأمس واليوم صورة يعني مشرقة وصورة رائعة من خلال جولات المسؤولين حقيقة، من فعلا بدأ من مع الوزير صورة مشرفة ما شاء الله نحمد الله.
الله يسلمك. أكيد يعطيكم ألف عافية أستاذ مبارك العصيمي، المتحدث الرسمي لوزارة التعليم. جهود واضحة، ويمكن ما لنا إلا يومين في المدارس، ولكن إحنا شايفين التجديد والاهتمام والنشاط وحتى الشغف والاندفاع للعمل الجميل الجماعي اللي نتمنى بإذن الله تعالى أنه تحققوا فيه كل الأهداف المرجوة لهذا العام. ومشكورين وشكرا لتواصلك معنا ولتوضيحك لهذه الموضوعات. شكرا لك على هذا الختام حقيقة بهذه العبارة. شكرا لك.